ينعزل ويبدأ يتضايق، فتكبر مع الحالة حتى يصل يتجاوز الثانوية، فبرضه يبدأ ينعزل عن المجتمع. علاجه سبحان الله يعني هو له جوانب كثيرة. الأسرة لها دور. أنت طبعاً أبو عبد الله عندك برنامج علاجي لهالحاجة هذه. أنا ماسك جزئية في العلاج، هو العلاج تكاملي، في أسرة، في مدرسة، في أخصائي تخاطب يعطيك جلسات فردية، وفي اللي أنا ماسك العلاج الجماعي اللي هم مجموعة زي مجموعة وفيها تدريبات، ونعطيهم زي الكورس العلاجي يساعدهم على تجاوز الألم النفسي اللي مرون فيه في مرحلة طفولتهم. وتحت مظلة وزارة الصحة أو بالتعاون معها؟ بالتعاون مع وزارة الصحة في المركز الوطني لتعديل الصحة النفسية في تركي الأول. في قصيدة، في أبيات شعر لمبارك الرزحان تقريبا، هو عنده هذه التأتأة، عنده هذا الاضطراب، وسبحان الله ذكر أبيات تحكي واقع الشخص اللي يعاني من هذا الاضطراب. بس أنا والله ما أحفظها، بقرأ عليك. وانت بخاصة هو اللي يشارك بشاعر المليون صحيح اللي يشيل صحيح زين صحيح نعم. الله إذا تبغاني أعطيك مياها. أي والله أعطنا إياها. يقول أتنفس بس ما أدري وين صرت وويش كني، مغترب في عالم مجهول والسلطة سليطة، ولو تشوفوني مع أهلي وأصدقائي وفي مغني، والله إني ماخذ العزلة، والله إني ماخذ العزلة حذر والبعد حيطة. ليت كل الناس لا منها بغت تحكي تغني، الحكي صار أصعب من معافر الخيل النشيطة. أتضايق من عيون الناس يوم تصد عني، أخذوا لساني وخلوني على وجه البسيطة، لي حضور في السحاب. يقول ما جذبت الناس في تأتأتي وفي صغر سني، لي حضور في السحاب ولي وجود في الخريطة. الله الله الله، صح لسانه ونمسيه بالخير. شوفوا شلون يقول الحكي صار أصعب من معافر الخيل النشيطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على هالوصف. سيدنا موسى إيه؟ في طبعا في القرآن، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شوف ضيقة الصدر مرتبطة بنطق اللسان، مع ذلك الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه مواجهة، هذا اللي نستخدمه في العلاج، نخليه يواجه. نعم. لازم يواجه مشكلته. أي شيء في حياتنا يحتاج إلى مواجهة، أيا كان تحدي معه، سواء اضطراب شخصي أو أي تحدي معك في الحياة لازم تواجه. حتى لو في تحدي بينك وبين شخص واجهه وقل له. صحيح. طيب أبو عبد الله، بما أنك معالج ومرت عليك هالحالات، ودنا لنا بموقف قصة يعني صارت عليك بهالمجال هذا. أذكر في أحد الأصدقاء دربتهم في مدينة جدة، كان أول يوم جانا ووقف، ويعني كان ما قدر وقف، وأحيانا بدت علي حتى يدمع لأني أجي أوقف قدام مجموعة يمكن 20 شخص. ثاني يوم جاء وسبحان الله الله يسر وقال كلمتين ثلاث كلمات. ثالث يوم سبحان الله بدأ إيش يتجرأ، تحسن في البرنامج كثير. أنا غبت عنه. بعد 3 سنوات الله يرسل لي صور الله يقدم محاضرة في مستشفى في مكة. صار ما شاء الله يقدم محاضرات، والله إنك ما تتخيل كمية السعادة اللي شفتها. هذا الشيء اللي خلانا نستمر في مساعدتهم. وزي ما تفضلوا الإخوان، أحيانا الإنسان دائما إذا أنت لك مجال، الله عطاك موهبة، عطاك شيء في مساعدة الآخرين، لا تتخلى عنهم. صحيح. أي مجال أيا كان. صحيح. في أي جمعية، في أي الله عطاك نعمة أنك تساعد الآخرين، لا تبخل عليهم. نعم، عز الله أنك صادق، وعسى الله يشفي المسلمين ويعافيهم من جميع الأمراض ويكتب لهم الأجر يا رب العالمين. ودنا نشوف أبو نايف، تسنه وانت تتكلم يحضر حاجة، ودي يتكلم عن حاجة. خلنا نشوف شو ذكرني عندنا في العمل حقيقة على كلامه مع العزيمة. نعم. يعني كان عندنا أصم وأبكم في العمل، ناسخ آلة ما شاء الله تبارك، وكنت دائم أمازحه مزح بعض الأحيان، يعني فيه دعابة كثيرة. وكان ذاك اليوم جاي ما شاء الله متجمل، ويمكننا حاطن بعض المكاييج يعني حاط نفسه وين يعني. لا سيما الحمد لله أنه بالتعاون مع نادي الصم والبكم. نعم. يعني نلقي محاضرات عند الأخوان في النادي
وكان في جامع الراجحي فيه جناح خاص لهم. ومن العجائب زرت الصين يا أخواني، وطالع من مطعم ويأشرون لي 5 صينيين، وقلت للمترجم تعال خلنا نشوف ايش هذول ليش يضحكون. قال خلهم يا رجال وكذا. قلت تعال رمزه ويسلمون ويحضنون ويعانقون. قلت وش فيهم ذا؟ قال هذول كلهم مسلمين وصموا بكم سبحان الله، ويتابعون برنامجكم كل اثنين اللي بعد العشاء على اساس انه عبر الوسائل هذه بلغه الاشاره، وشافوك وعرفوك. لا اله الا فلا تحقر شيء يا اخي. المشهد هذا قلت لصاحبي ومتمكيج وكذا وكذا، يعني شبهته قلت ما انقصك الا يعني انت بتنصح بطريقة الثانيه وقلت ورني وكذا وبرفع ذوبه. سبحان الله العظيم نطقها كامله وما عمرنا سمعنا. عيب عيب، وهو ابكم، وهو اصلا ابكم. شوف يعني تاثير الدفع زي ما قلت الاخصائي في هالموضوع، يعني قال عيب عيب تحجبوا اللي حولنا كلم تكلم. سبحان الله العظيم. محاولة ذا خاصة يعني بعض البيوت، وانا يعني كان الوالد رحمة الله عليه يقولون لان زيارات من الصغار ما حتوا ذا، قالوا روحوا لابراهيم بن مسعود الله يرحمه ويجعل والدينا ويذكركم بالجنة، تراه يلقن العيين ويعلمهم شلون يتكلمون. هو فن والله زي ما قال الشيخ، فن في كيفية اطلاق الحرية، وقد يكون شيء مفاجئ في هذا الأمر يعني، فيدفع بإذن الله. صدقت عز الله، وهالشيء هذا يخلينا نقول اللهم لك الحمد لك الشكر على نعمة النطق، والحمد لله اللي الله أوجد حتى علاجا لها التأتأة هذه بظل قيادتنا الله يطول بعمارهم ويعزهم ولا يعز عليهم يا رب العالمين. وهذا يعتبر من حفظ النعمة، إنها نعمة معك أبو عبد الله. أنت شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.